فالبالانس سكور كارد قلنا النهارده معايا انا البلاننج، قلنا بلاننج اند كنترول. انا في البلاننج بعمل ايه؟ بعمل بحط الاستراتيجيك بلانز بتاعتي، بحدد الجولز بتاعت شركتي ايه، بحط الاستراتيجيه المناسبه ليا اللي توصلني للهدف اللي انا حددته ده، ببتدي اطبق في الايه، في الاستراتيجيه. فكان لابد من ان انا اجد اداه كنترول، هو بلاننج اند كنترول، اجد اداه كنترول اعمل بيها اداره للاداء بتاع المديرين، اعمل مانجنج للاستراتيجيك بيرفورمانس بتاعهم. فالبالانس سكور كارد بتترانسفورم الاستراتيجيك بلان من انت قاعد في ميتنج كده عاملين لك الاستراتيجيك بلانز بتاعتنا كذا وكذا، فانت تقول لهم زي الفل، ايه الجمال ده وربنا يوفقكم. لا يا حبيبي، انت هتلاقي هوب بتبعت لك، بص يا عم الحاج، ادي المؤشرات بتاعت الاداء بتاعتك الاساسيه وهنقيسك عليها من خلال المقاييس ديت اللي احنا قعدنا نحكيها فين في الفيديو الاولاني. فالبالانس سكور كارد هنا بتلعب معايا دور مهم جدا، بتحول الكلام الرغي والبلانز ومش البلانز لحاجه كاوردرز انت هتمشي عليها في الدي تو دي اكتيفيتيز بتاعتك. فالبالانس سكور كارد بتبقى عباره عن فريم ورك. الفريم ورك ده طبعا بيبين لكل مدير، او والله انا هتقيم الناحيه الفلانيه، انا هتقيم الناحيه العلانيه. كمان بتساعد المانجمنت ان هي تحدد اللي محتاجين نعمله وازاي هنعمله، ازاي هنوصل للاتشيفمنتس ديت. واحنا الاداره بتاعتنا، انا النهارده كمدير لازم اعرف انا ازاي هتقاس. فانا النهارده ما جيت اتكلمت قلت لك انت كمدير ندهتك، تعالى يا عم الكي بي اي الاساسيه بتاعتك، انت راجل ماسك مبيعات، الكي بي اي الاساسيه بتاعتك الكاستمر ساتسفاكشن، انت من حقك تماما اللي انت تعرف انت ازاي هتتقاس. هاجي اقول لك بقى، بص بقى هقيسك بفاينانشال ميجر، الترند بتاع الدولار اماونت بتاعت مردودات المبيعات. والله لو لقينا مردودات المبيعات عاليه يبقى سيادتك عندك ايه، كاستمر ساتسفاكشن منيل زي الزفت. هنيجي نقيسك هنيجي نقيس المؤشر بتاع الكاستمر ساتسفاكشن بنون فاينانشال ميجر، مثلا الماركت شير وهكذا. فالميزه بقى اما انا بحط للمديرين كده مجموعه من الكي بي ايز واحط لهم عليها ميجرز، كل واحد اليرتد، لانك انت طبعا البونص بتاعك ولا الكلام ده هو بيبقى مبني على تقييم ادائك ده. فعشان كده البالانس سكور كارد بتنيبل الاكسكيوشن بتاع الاستراتيجي في ارض الواقع، بتنيبل الاكسكيوشن بتاع الاستراتيجي بتاعت الشركه في ارض الواقع. وزي ما قلنا ان البالانس سكور كارد بتلعب دور في الكوميونيكيشن لاستراتيجيه الشركه للمديرين اللي شغالين فيها على بقى مستويات كل الفانكشنز، وبتكونكت الكريتيكال سكسس فاكتورز بتاعت شركتي مع مقاييس ادائهم. طبعا لو رجعنا بالزمن لورا هتلاقي تراديشنالي معظم الشركات كانت بتعمل ايه؟ كانت بتقيم المديرين بس من الجانب المالي. هو مستو ايه؟ مستو ان هو حاجه اوبجكتيف موضوعيه وكوانتيتيف زي الفل، بس ان هو هيستوريكال، غير كمان بالاضافه انه كان بيخلي الراجل يبص تحت رجله، يقعد يفكر بقى انا ازاي ابقى اظبط البوتوم لاين عشان اخد البونص بتاعي واجري. ما كانش بيفكر قوي في اللونج تيرم ايه بريدكشنز بتاعت الشركه. فعلى الرغم من ان الفاينانشال ميجرز اللي هي اللاجنج ديت مهمه جدا جدا، من النهارده كشير هولدر، الشير هولدر شايف ايه؟ شايف الكاستمر ساتسفاكشن ولا شايف الارباح؟ شايف الريتيرن اون انفستمنت؟ شايف سعر السهم في البورصه اللي هي اللاجنج؟ هي برضو اللاجنج ديت هي اللي العين بتروح لها. الشركات برضو لازم تركز على الليدنج اللي هيوصلك لللاجنج، اللي هي الانديكيتورز اللي ايه للنجاح بتاعي في المستقبل عامل ازاي. فالبالانس سكور كارد بتفيدك في الحاجات ديت، وبتديك هوليستيك تكنيك اللي انت تبص على الليدنج واللاجنج انديكيتورز، ونحاول نشوف ازاي مزيد من الليرنينج والجروث للموظفين وتحسين الانترنال بروسيس ورضاء العميل هيوصلني لللاجنج بتاعي. دي حته تاريخيه شويه جايبها استاذ هوك، خليها كيب ان يور باك جراوند. بيقول لك على مطلع التسعينات دكتور كابلن ونورتون في جامعه هارفارد طلعوا لنا مفهوم البالانس سكور كارد ده، وابتدى يستخدم بشكل كبير جدا. بس اللي بيلفت انتباهك ليه ان المفهوم بتاعه بيتغير بشكل كبير، انه طبعا بيتواكب مع بيزنس بيتغير بشكل كبير. فهي كانت تول الغرض منها ان هي تدير البروجرس بتاعت المديرين تورد تحقيق اهداف ايه الشركه الاستراتيجيه. طبعا القصه على مدار السنين قعدت تتغير، ويطلع لها سيريس اوف بوكس ببلش عن طريق كابلن ونورتون من سنه 96 لحد نهايه 2008.
طبعا التغيرات ديت مهمه جدا جدا للكونسبت بتاعت البالانس سكور كارد، بس للاسف سببت عند البعض بعض الايه الكونفيوجن. ليه؟ لان فهم التغيرات ديت فانت لو رحت لزيد من الناس اللي متابع واخد باله التغيرات اللي بتحصل ايه على البالانس سكور كارد غير الشخص اللي مش متابع التغيرات اللي بتحصل عليها، ففهمهم هيبقى مختلف لايه؟ لتصورهم للبالانس سكور كارد. طيب المهم هنا ويلي بينبهك لميزه الشركات بتجنيها من البالانس سكور كارد، ان هي بتقدم لك سيمبل تول هتوريك الانديكيتورز اللي احنا عايزين نلفت انتباه المديرين ليها. خلي بالكم يا جماعه، يا بياع الكاستمر ساتسفاكشن خلي بالك منه، يا مديرين خلي بالكم البروفيتس، خلي بالكم من المبيعات نفسها، خلي بالكم من سعر السهم في البورصه، خلي بالكم من الكواليتي سيفتي، كل دي مؤشرات اداء ليكم لازم تنتبهوا ليها. فبنترجم الميتنج اللي عملناه واحنا بنتكلم على الاستراتيجيه بتاعت شركتنا وكده في حاجه احنا هنقيس ادائك بيها، بقى هندخلها انتو اكشن، فبتبليس الاستراتيجي انتو اكشن بقى. لو جينا بصينا عليها بتتكلم في اربع جوانب، جانب فاينانشال بيحكي لك بيقيس لك البست بيرفورمانس بتاع الشركه، وثلاث جوانب نون اللي هو الكاستمر والانترنال بروسيس والليرننج، ودول بيعملوا درايفنج للفيوتشر فاينانشال بيرفورمانس. فانت لو في سنه 2020 عملت جهود كبيره جدا عشان تظبط الكاستمر ساتسفاكشن، مؤكد ده هيدرايف فيوتشر بوزيتيف فاينانشال بيرفورمانس. فالفكره بتاعت كابلن ونورتون من البالانس سكور كارد ان انا مش عايز الشركات بقى زي ما قلنا تفكر بس في الجانب الفاينانشال، انا عايزكم برضو تفكروا في الجوانب الاخرى اللي هي مهمه جدا جدا على النجاح بتاعنا، واللي هي مرتبطه باللونج تيرم جروث بتاعنا. فشركات كتيره جدا جدا تشتغل على كاستمر ساتسفاكشن، يبقى عندها كاستمر ليست وتكريت ابيليتيز وانتنجبل اسيتس بتساعدها في النمو على مستوى اللونج تيرم. فده بيحصل عن طريق اللي انا باخد الميتنج بتاع اللي احنا قعدنا نحكي فيه عن الاستراتيجيه اللي احنا نتبناها، سواء بقى كوست ليدرشيب او الديفرنشيشن والسوات اناليسيس اللي عملناه، وبعد كده بقول لك هوب يا باشا خد بقى ادي الميجرز بتاعتك السبيسيفيك اللي المفروض احنا هنقيم ادائك بيها. فالشركات بتستخدم دي عشان اول حاجه في الميتنج اللي عملناه بفهمك جدا هي ايه استراتيجيتنا، بعد كده بقول لك تعالى يا زيد، تعالى يا عبيد، تعالى بقى نعمل الاينمنت ما بين الاهداف بتاعتكم والاهداف اللي احنا حاطينها وعايزين نطبقها في الاستراتيجيه، ولنك الاستراتيجيه ديت للناس اللي هيحطوا البادجت. فانت لو عايز تشتغل على كاستمر ساتسفاكشن، طب ما انت لازم تفكر في انيشيتيفز معينه لازم تعملها. طب ما الانيشيتيفز ديت ممكن تكون عايزه فلوس، فنبتدي نحط بادجت اماونت تغطيها، وبعد كده ناخد فيدباك بقى واحنا شغالين على الامبروفمنتس اللي بنعمله تجاه تطبيق الايه الاستراتيجيه بتاعتنا. كنت بقى تلاقي المديرين زمان مركزين طبعا احنا معاهم على جانب الفاينانشال بس، يقول لك زي الفل، هات يا عم حبه خشب تعبانين نعمل بيهم الكراسي بتوع المصنع بتوعنا، ادينا هنظبط لهم الريزلتس واحنا بنقفل. الكوست اوف جود سولد طبعا تكلفتها قليله، بس يضرب لك بقى الكواليتي ويضرب لك الكاستمر ساتسفاكشن ومردودات مبيعات تيجي في الفتره اللاحقه، وهو خد البونص بتاعه على البي ام دي ال الحلو وجري. فالميزه الكبيره من البالانس سكور كارد ان هي فيها جانب الفاينانشال والنان فاينانشال، وانت بتقيم اداء المديرين يا ترى هم وصلوا قد ايه، حققوا قد ايه من اهداف الشركه بتاعتنا. الفاينانشال ميجر دايما مركزه على الشورت تيرم فاينانشال بيرفورمانس اللي احنا بنعتبرها ايه بقى؟ لاجنج انديكيتور، هي الشركه السنه اللي فاتت عملت ايه كبي ام دي ال مثلا. لكن النهارده الكاستمر ساتسفاكشن والانترنال بروسيس والليرننج والجروث للموظفين، ده بيدي بروسبكت للانكريزد في الفاليو للشير هولدرز بتوعنا بس في المستقبل. عشان كده بنعتبرها ايه؟ وطبعا الحاجات ديت هي اللي هتظبط لك في الاخر اللونج تيرم فاينانشال بيرفورمانس. فبنعتبر النون فاينانشال الثلاثه النون دول زي ما قلنا ليدنج انديكيتورز. فاحنا طبقا للبزنس بتاعنا وطبقا للاوبجكتيفز اللي هي يونيك لشركتنا، محتاجين بس نقعد نحط ماتريكس معينه، وازاي هنقيس الماتريكس ديت، ونشوف المدير ازاي بيعمل بروجريس توورد اتشيفنج الجول بتاعه. والهدف اللي احنا حاطينه ده مع الماتريكس المفروض ان احنا نلنكها اصلا بقى اون هاي ليفل مع الناس الكبار بقى، مع الفيجن والميشن والاستراتيجي اللي احنا حاطينها في الاستراتيجيك بلان بتاعتنا. فلازم يكون في الاينمنت عالي قوي في الحته ديت من فوق لتحت.
ان احنا دايما بندندن ان احنا محتاجين الاهداف بتاعه الديفيجنز المختلفه في الشركه، والاهداف الانديفيديوال جولز بتاعه المديرين لازم تكون كونجروينت مع الكوربريت اوبجكتيفز اللي بتخدم المفروض على تعظيم ثروه الملاك. وعشان كده البالانس سكور كارد ده بتعمل تقريطه كده ملهاش حل ما بين الاهداف بتاعه كل ديبارتمنت وكل ديفيجن في الشركه، وملنك ده مع الايه؟ مع الاستراتيجي. طبعا كل ديفيجن البالانس سكور من الحاجات اللي هي مهمه جدا كفيتشر فيها ان هي بتبقى يونيك للشركه بشكل عام، يونيك للديفيجن اللي انت شغال فيه. اهم حاجه في الاخر ان هي متلنكه مع الكوربريت او الاستراتيجي والجول الاساسي بتاع الشركه، عشان كده هي احد الوسائل اللي بتدعم الجول كونجروينس، لانها بتشجع كل واحد في الشركه ان هو يشتغل في اتجاه الهدف بتاع ايه؟ الكوربريت جول. فكل شركه بتدور هو انا عشان احقق الكومبتيتيف ادفانتج بتاعتي محتاج اعمل ايه؟ جميل قوي. فالمديرين بيعرفوا من خلال البالانس سكور كارد ايه الفاينانشال والنون فاينانشال فاكتورز اللي هي مهمه جدا لتحقيق الميزه التنافسيه لشركتي، ويبتدي كل واحد يشتغل على كده، ايه الحاجات اللي هي تمثل عوامل نجاح حرجه ومهمه للشركه. وزي ما قلنا في المقدمه ان البالانس سكور كارد الميجرز اللي بتتحط فيها اللي بنقيس بيها المديرين ممكن طبعا تبقى انترنال او اكسترنال، وشورت تيرم ولونج تيرم وفاينانشال ونون فاينانشال وهكذا. اللي تلاحظوا بقى النهارده في الشركه ان البالانس سكور كارد ما بتتحط لكل الديفيجنز وكل البيزنس يونتس، وكل المديرين بيبقى عندهم حاجه بتاخد كذا اريا في الحسبان، بتلاقي ان في بعض الناس بتعمل سوبيريور بيرفورمانس. فالشركه تيجي تقول لك اسبوع يا جماعه احنا معانا هنا بلغاريا عامله شغل كويس قوي في الاريا ديت، وياخدوها كبيست براكتس وليسونز يتعلموها الناس اللي في اللوكيشنز الثانيه. طيب اخواننا بقى اللي راحوا عملوا لنا البالانس سكور كارد قال لك احنا هنعمل ايه؟ هنكريت لكم فور كاتيجوريز اللي انت شايفهم دول. تعلم موظفينك، تظبط الانترنال بروسيس بتاع شركتك، ترضي العميل، هوب يسمع معاك على طول في الايه؟ في الكاش والبرفورمانس بتاع الفاينانشال. فقال لك انا هعمل لك كاتيجوريز، بس طبعا الكاتيجوريز ديت كبيره، يعني الكاتيجوري بيعتبر برود كاتيجوري. بنحط جواه الميتريكس اللي احنا عايزين نقيس بيها، بنحط الكي بي ايز وقصاد الكي بي اي هقيسك ازاي. فبيسموا دول برسبكتيفز، بنسميهم ايه؟ برسبكتيفز. البرسبكتيفز دي زي ما انت شايف كده تعتبر هيراريكال، معناها ان الاتشيفمنت بتاع الليرنينج والجروس هيسمع في الانترنال بروسيس، هيسمع في الكاستمر ساتسفاكشن، اللي هيسمع نهائيا في اللاجنج بتاع الفاينانشال برسبكتيف. الثلاثه دول ليدنج وده يعتبر لاجنج. طيب لو حبينا نتكلم على الفاينانشال، انت بقى هنا بتتكلم على الشير هولدر فاليو من الاخر، تمام؟ يعني مركز جدا على الاهداف الماليه بتاعت الشركه، بتحاول انت تعمل تراكنج على الفاينانشال سكسس، عينيك على سعر السهم في البورصه عامل كام. طبعا من الكومن ميجرز اللي موجوده هنا ايه؟ معانا طبعا المارجن، الجروس مارجن، والريفينيو اللي بيجي من البرودكتس الجديده اللي الشركه بتطلعها. الكوست ريدكشن عملناه بمليون دولار، عملنا مثلا انيشيتيف، عملنا اوت سورسنج للمحاسبين، عملنا بيها بتاع ده كوست ريدكشن. الاوبريتنج انكم برضو من الميجرز المشهوره، الريفينيو جروث، الريفينيو على المنتجات الجديده، الجروس مارجن برسنتج، الكوست ريدكشن، كل الكلام دي تعتبر من الكومن ميجرز اللي موجوده في الجانب الايه؟ في الفاينانشال برسبكتيف. وبرده من الحاجات اللي درسناها الريزيديوال انكم طبعا والار او اي. هل السؤال بقى دلوقتي، هل البرفورمانس ميجرز دي ليها بريوريتي؟ ليها بريوريتي، ده هو مفيش حد يعني غير تجري غير عليها. بس المشكله ايه بقى؟ ان اللونج تيرم فاينانشال بيرفورمانس عشان تقعد كونسيستنت كده وتعمل جروث، الكلام ده يا حبيبي مستحيل يحصل غير ما تهتم باللي انت تعلم الموظفين بتوعك وتظبط الانترنال بروسيس وتعمل كاستمر ساتسفاكشن، الكلام ده مش هيتحقق. طيب بص بقى يا سيدي، الحته بتاعت الكاستمر دي اهم حاجه عندي. قبل ما بسم الله الرحمن الرحيم كده عرفني ايه الماركت سيجمنتس بتاعتك. انت شغال في اي ماركت سيجمنتس؟ انت بتتارجت اي ماركت سيجمنت؟ عشان بعد كده اعرف اقيس بقى نجاحك في الماركت سيجمنت دي. يعني تيجي تقول لي والله انا الماركت سيجمنت بتاعتي هبيع مثلا البرودكت الفلاني للماركت سيجمنت الفلاني. حلو قوي، دي نقطه البدايه، عشان بعد كده اجي اقيس بقى يا ترى انت نجاحك او فشلك في الماركت سيجمنت ده. فانت بتجيب البياع تيجي تقول له بص يا عم الحاج انا بقى ايه؟ عايز اقيس الاداء بتاعك، هل انت ناجح ولا مش ناجح؟ فجاي اقول له مثلا ايه؟ هقيس ادائك بالترند بتاع الماركت شير بتاعنا في السوق اوفر تايم بقى.
ماشي؟ لان النهارده انت بتعمل ماركت شير في سيجمنت انا عايز اكبره كشركه، فعايز اشوف الى اي مدى الماركت شير عمال يزيد عندك فيما يتعلق بايه، باهداف ايه الاداره بتاعت الشركه. طبعا من الحاجات برضو اللي هي فايتال جدا ومهمه جدا جدا في الكاستمر برسبكتيف، الكاستمر ساتسفاكشن، هو الجانب بتاع الكاستمر ده اهم حاجه فيه طبعا، من الحاجات المهمه جدا في الكاستمر ساتسفاكشن. مفيش كاستمر ساتسفاكشن كل سنه وانت طيب الناس هتجري على اي كومبيتيتور تاني. طبعا الناس اللي بيدوروا البيزنس النهارده قضيه الهدف بتاع الكاستمر ساتسفاكشن ده، هم دايما شغالين بالهم بايه؟ شغالين بالهم العملاء شايفيننا احنا ازاي؟ احنا شركه اي بي سي، العملاء شايفيننا ازاي؟ فاهم؟ فالاداره بتحاول اللي هي تتعلي جدا من درجه الرضا بتاعهم عن طريق اللي هي لازم تحط في دماغها النهارده العميل بتاعي شايفني ازاي؟ طبعا مع الضغوط اللي بتحصل في السوق في طبعا ضغوط رهيبه على الشركات، فالنهارده ممكن الشركه بسبب الضغوط والكاستمر كل شويه عمال يقفف، يا جماعه انتوا غاليين غاليين، فالشركه احيانا بتضطر تحط ايه، تيجي تقول يا جماعه طب انا نفسي الناس اللي بيدوروا بيزنس بقى احنا عايزين نبقى اقل تكلفه في السوق، فيضطروا بقى يحطوا من الاهداف الاساسيه بتاعتهم اللي عيشوا عليها برايسنج وجولز معينه تبقى لازم موجوده في الكاستمر ساتسفاكشن، لان العميل عمال يقلق اصلي ومش فصلي، اصله غالي اصله مش غالي. فانت النهارده تيجي تقول خلاص انا لازم ابقى اللوست كوست سبلاير، فاللحظه دي هشتغل على ايه، على برايسنج جولز، وهتبقى جزء لا يتجزا من الكاستمر برسبكتيف بتاعي. فعايز اقول ان الموضوع بيتغير، انت عايز ايه، الكاستمر عايز ايه، الكاستمر شايفك ازاي، شايفك غالي قوي، طب ما انا محتاج اظبط ديت، اشتغل على برايسنج جولز. ممكن ناس ثانيه لو بيدوروا البيزنس يجي يقول لك ايه، لا 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 انا عايز اشتغل على تلبيه احتياجات العميل افضل من الكومبيتيتورز بتوعي. ففي اللحظه دي اخلي الجول بتاعي في الحته بتاعه الكاستمر برسبكتيف هو ان انا اميت النيد بتاعه العميل بشكل افضل من المنافس. ممكن بقى حد تاني يقول لك انا عايز ايه، عايز ابان في الحته دي ان انا اللي بدي الهاي كواليتي برودكتس والاكسلنت كاستمر سيرفيس، فممكن برضو الاداره تحط ديت كجول في الكاستمر برسبكتيف. فمثلا الناس اللي قال لك ايه بسبب العميل كل شويه يعرفهم يا جماعه انتوا غاليين غاليين، فيقول لك خلاص انا هخلي هدفي ابقى، انا هخلي في الكاستمر برسبكتيف بتاعي ابقى من الحاجات الاساسيه ان انا اكون من اللوست كوست سبلاير. جميل، طب ان الكلام ده ممكن ازاي اقيسه؟ هاجي اقيسه، طب انتوا النهارده العميل ايه التوتال كوست اللي بيلبس فيها عندنا عشان ياخد البرودكت؟ طب ايه التوتال كوست اللي بيلبس فيها عند الكومبيتيتور؟ وتشوف هل انت فعلا من اللوست كوست سبلاير ولا لا؟ انت بقى كنت بتلعب على ان انت تشوف ايه هي الكاستمر نيدز واللي انت تلبي احتياجات العميل احسن من الكومبيتيتورز. فاللحظه دي بقى انا هضطر اغير واشوف، ابتدي ادور اقيس ايه بقى، اقيس العدد بتاع تكرار ان العميل فعلا بيجي لنا، وايه نسبه الدليفرز اللي تتعمل زي ما احنا وعدناه. كل الكلام ده يديك ميجر انت الى اي مدى بتلبي احتياجاته. العميل كل شويه عمال يقلق، لا لا الحاجه جات لي بايظه، الحاجه جات لي معفشه، طب ما انت الحاله ديت محتاج تحط عدد الكراسي البايظه اللي بترجع لك تبقى من احد المقاييس، والبرودكت ريليابيليتي، المستوى بتاع البرودكت ريليابيليتي اوفر تايم ده لازم يبقى محطوط هنا كهدف من اهداف الجوده بتاعتي. ما انت العميل الكاستمر ساتسفاكشن بيحصل ايه اما تديله كواليتي احسن، فقضيه الكواليتي هنا من الحاجات برضو الاساسيه. احيانا برضه هنضطر نلجا نستخدم الكاستمر سيرفيز، نستخدمها عشان نقيس بيها ايه مدى السيرفيس اللي بقدمها للعميل بعد عمليه البيع. طبعا الانترنال بروسيس بقى برسبكتيف ده مركز هنا بقى ايه هي الانوفيشنز بقى اللي انا هعملها والامبروفمنتس، ايه الانوفيشن والامبروفمنتس اللي هعملها في المنتج بتاعي؟ ايه الامبروفمنتس اللي ممكن اعمله في الكورس اللي ببيعه؟ ايه الامبروفمنتس والانوفيشن اللي ممكن اعمله في السيرفيس اللي بقدمها؟ طب جوه المصنع بتاعي ايه الامبروفمنتس والانوفيشن اللي ممكن اعمله جوه الاوبريشن بتاعتي؟ طب الكاستمر سبورت هنا ايه الانوفيشن والامبروفمنتس اللي ممكن اعمله في السيرفيس سبورت اللي بيحتاجه العميل عشان يكريت له فاليو؟ ففي لينك هنا، فده هيتعكس بعد كده معاك فين؟ هيتعكس معاك في الكاستمر برسبكتيف ويتعكس معاك في الفاينانشال. فلو مثلا رجعنا العميل كل شويه عمال يقلق عشان حته ان انتوا غاليين غاليين، خلاص احنا بقى دلوقتي
احتلامها بنتيجه ان انا لازم اكون في الكاستمر برسبكتيف، لازم اكون من اللوست كوست سبلاير، وده بقى جول اساسي بالنسبه لي في مع العميل هنا. طب اروح اعمل ايه بقى على مستوى الاوبريشن؟ طب ما ده هينعكس على مستوى الاوبريشن باللي انا لازم يكون عندي افشنسي عاليه جدا في التصنيع، لازم اكون عندي تكلفه قليله جدا في الانتاج، اللي المفروض تتقاس بايه؟ ابتدي بقى ادور على المتريكس المناسبه ليا في الحته ديت، ابتدي اقول اه والله انا هخلي الكوست بتاعت الرو ماتيريال لشركتي انا، عشان اصل انا نفسي ابقى لوست كوست سبلاير، فانا عايز اخلي من المقاييس بتاعتي تكلفه الماتيريال ايه ظروفها؟ عدد الساعات بتاعت العمال اللي بحتاجها عشان اطلع كرسي قد ايه؟ انا عايز ازود الافشنسي. طب هل انا بعمل يوتيلايزيشن للمصنع بتاعي ولا عندي فيكسد كوست ايدل؟ لقطين الكلام؟ ايه اخبار الافشنسي في السايكل تايم بتاعي؟ ما كل ده الكلام ده هيأثر ايه في تخفيض التكلفه. طيب تصور بقى معايا، بدل ما انا عايز اكون اللوست كوست سبلاير، ده انا عايز انزل منتجات بقى ملهاش حل في الكواليتي. يعني الهاي كواليتي كانت هنا بالنسبه لي في الكاستمر برسبكتيف ايه؟ خلاص بقت هدف. طب انا الكلام ده لازم اعمله سبورتنج من تحت في الاوبريشن بقى. محتاج ده ينعكس عندي في الاوبريشن بجود مانيفاكتشرنج براكتس مثلا. طيب ولو كان هنا بالنسبه لي ان انا اميت الاحتياجات بتاعت العميل احسن من الكومبيتيتورز هو الاساس بالنسبه لي، طب ما انا لازم في الاوبريشن بتاعتي يكون عندي الانوفيشن في المنتجات، الانوفيشن في السيرفيسز اللي بقدمها. طب دي نقدر اقيسها ازاي؟ هقيسها اشوف وانت بتنزل كم منتج في جديد في السوق. بس انا النهارده لو حبيت ان انا البي احتياجات العميل احسن من الكومبيتيتورز، طب ما انا لازم اشتغل على ايه؟ لازم اشتغل على الكاستمر سيرفيس بيرسونيل اللي عندي. هل الناس دي تقدر تدي الاكسلنت كاستمر سيرفيس ولا ناس مكسحه؟ وفي نفس الوقت الكلام ده هيبقى محتاجينه على المستوى بتاع التصنيع نفسه بقى، ان انا اطلع منتج بهاي كواليتي والمنتج يطلع بشكل افيشنت وهكذا. طيب البوين اللي قلناهم دول قبل بس ما نكمل ونخش على ليرنج وكروس، خدنا بالنا ان احنا الناس اللي عملوا البالانس سكور كارد عملوا 4 كاتيجوري كبار بنستخدم فيهم مجموعه من الميجرز والمتريكس والمقاييس بتاعت الاداء او المؤشرات بتاعت الاداء، كل واحد فيهم بنسميه برسبكتيف، كله بيسمع في بعضه بشكل هيراريكال. الفاينانشال قلنا ايه الحاجات الفاينانشال المهمه اللي الشركات بتتكلم فيها. على مستوى الكاستمر لازم نبتدي بتحديد الماركت سيجمنت، وبعد كده اللي انت بتتركده كماركت سيجمنت، بعد كده تروح تشوف ايه ظروف الماركت شير، لان الماركت شير يعتبر مقياس جيد تعرف انت كويس ولا وحش. بعد كده من الحاجات المهمه برضو كهدف بالنسبه لنا هنا في الماركت برسبكتيف او الكاستمر برسبكتيف، سوري الكاستمر ساتسفاكشن، العملاء بتوعنا شايفيننا ازاي. طيب الشركه النهارده نفسها اللي هي تبقى اللوست كوست سبلاير في الحاله ديت محتاجه تركز قوي على البرايسنج جولز اللي هتشتغل عليها كجزء من الكاستمر برسبكتيف، نفسها تكون بتلبي احتياجات العميل احسن من الناس الكومبيتيتورز، محتاجه تكون بتقدم هاي كواليتي وهاي سيرفيس، هاي كواليتي سيرفيس واكسلنت سيرفيس في الحاله ديت، محتاجه تشتغل على كده. يعني على سبيل المثال لو هي نفسها تبقى اللوست كوست سبلاير، طب انا الكلام ده هقيسه ازاي؟ اشوف التكاليف اللي العميل بيلبس فيها عندي في مقابل اللي بيلبس فيها عند الكومبيتيتورز، وهل انا فعلا اللوست كوست سبلاير ولا لا؟ والله كان الهدف بتاعك اللي انت بتلبي احتياجات العميل احسن من الكومبيتيتورز، في الحاله ديت هتروح تشوف العميل بيجي تاني ولا لا، كم مره، وعدد الدليفريز اللي راحت له، وزي ما اتفقنا بالظبط من غير اي مشاكل وحاجات بتفايوليت اللي كان عايزه. الكراسي البايظه اللي ترجع عنده كانت قد ايه؟ الكلام ده كله بيصب، والبرودكت ريليابيليتي بيصب عندنا في هل انا بلبي احتياجات العميل بشكل افضل من الكومبيتيتورز ولا لا. طبعا الكاستمر سيرفيز هنا بتفيدنا، السيرفيز عامه بتفيدنا بشكل كبير سواء في الكاستمر برسبكتيف او في الانترنال بروسيس، لاننا بنستخدمها عشان نقيس بيها المستوى من الكاستمر سيرفيس اللي انا بقدمه للعميل بعد البيع. خلاص انت نفسك تحقق الحاجات ديت، طب هنحققها ازاي؟ هنضطر نخش جوه عمليه الاوبريشن بتاعتنا، نبتدي نفكر في ايه بقى؟ ايه الانوفيشن اللي ممكن نعمله في المنتج؟ ايه الامبروفمنتس اللي ممكن نعمله في المنتج؟ ايه الانوفيشن اللي ممكن نعمله في الاوبريشن بتاعتنا او في الكاستمر سيرفيس سبورت اللي بحتاجه عشان يكريت للعميل الايه؟ الفاليو. وكل ده طبعا هينعكس على الفاينانشال برسبكتيف. فعلى سبيل المثال لو الشركه زي ما قلنا الهدف بتاعها تبقى اقل تكلفه في السوق،
اللي واحد بيقدم السيرفيس او البرودكت، ففي اللحظه ديت الناس بتوع الاوبريشن لازم يفكروا لنا بقى ان هم يظبطوا الافشنسي والتكاليف بتاعت المنتج، ناخد بالنا منها، نقيسه ازاي، نقيسه بتكلفه الرو ماتيريال، عدد الساعات اللي النجار بيقعد فيها عشان يطلع لك كرسي، ده برضو يعتبر بنقيس بيه البرودكتيفيتي والبلانت يوتيلايزيشن. الافيشنت سايكل تايمز برضو بتلعب دور كبير جدا في تحقيق انخفاض التكاليف. والله لو سيادتك بقى عايز تقطع السمكه وديلها في حته الكواليتي بتاعت المنتج، وده بالنسبه لك هدف اساسي لرضاء العميل، في الحاله ديت الناس بتوع الاوبريشن برضو محتاجين يكريتوا منتجات ببروسيسز تطلع لنا هاي كواليتي ديت، تطلع لنا يبتدوا يشتغلوا على جود مانيفاكتشرنج براكتسز. لو انت بتتكلم ان هدفك كان في الكاستمر برسبكتيف ان انت تميت النيدز بتاعته احسن من الكومباتيتورز، لازم تفكر في انوفيشن في منتجاتك. طب اقيس الكلام ده ازاي؟ انت بتنزل لي منتجات مثلا جديده قد ايه في السوق؟ طبعا الكلام ده يحتاجنا نشتغل على لو انت بتتكلم على تكنولوجيكال كابابيلتي للبرسونال اللي انت تظبط الناس اللي شغاله عشان خاطر يطلعوا لك احسن، لو انت بتتكلم على الحته ديت يعني هي دي الاكسلنت كاستمر سيرفيس. في الحاله ديت خلاص يا باشا هنعملها كده عشان دي كانت هدف ثاني او مشتق من الهدف اللي هو بتاع ده. هنا بتحتاج ان انت تظبط الاستاف اللي شغالين ويتزود الكابابيلتيز بتاعتهم عشان نقدر نوفي بالاكسلنت كاستمر سيرفيس. وبرضه بيقول لك ان نيدد ان مانيفاكتشرنج ان اوردر تو بروديوس ايه، وناس بتاع الاوبريشن ينزلوا لنا حاجه بهاي كواليتي برودكتس بشكل ايه افيشنت. السيرفيس بتلعب دور طبعا هنا كبير. ايه ظروف بقى الناس اللي بترد على التليفونات عندك؟ مكسحين بيسيبوا الراجل على الهولد مده طويله ولا بيردوا على طول؟ محتاجين ان انت تعمل سيرفي تعرف الدنيا دي فيها ايه. محتاج تحدد ايه يا ترى، ايه البرسنتج بتاعت المانيفاكتشرنج بروسيس ويز ادفانسد كنترولز، لان دي طبعا هتبقى وسيله من وسائل القياس التكنولوجي بتاعت التصنيع عندك. طيب الليرنينج والجروس للصف اللي شغالين بقى. الحقيقه هنا هوك بيلفت انتباهك لحاجه تاريخيه شويه. بيقول لك الليرنينج والجروس برسبكتيف ده كان زمان يعني مركز على حته الايه اللي انت تعمل تريننج للموظفين. لا كبروا شويه الحته بتاعت الليرنينج والجروس، يعني كان زمان مركزين قوي على الايه؟ على الانوفيشن والكلام ده. لا هو هنا النهارده الليرنينج والجروس برسبكتيف يعني كبر المفهوم شويه، زود فوق الهيومن كابيتال الاورجنايزيشنال كابيتال، زود فوق الهيومن كابيتال الانفورميشن كابيتال. يعني بقى عندنا كام كابيتال كده؟ ثلاثه كابيتال. اوريجين اللي كان مركز قوي مع تدريب الموظفين والكلام ده، النهارده لا، قال لك لا هندخل الاورجنايزيشنال كابيتال والانفورميشن كابيتال جوه ايه الموضوع. زمان بقى الانوفيشن كان جزء من البرسبكتيف ده، بس الناس المستخدمين بتوع البالانس سكور كارد قال لك لا، انت لو جيت بصيت على الانوفيشن، الانوفيشن واقع فين؟ الانوفيشن واقع في الانترنال بروسيس. استنى كده اهو، ما هو انترنال بروسيس معناها انا عايز انوفيشن وامبروفمنت فين؟ انا عايز انوفيشن وامبروفمنت على منتجاتي الاوبريشن بتاعي وهكذا. فقال لك لا معلش اسحبه لي كده، دخله لي في البرسبكتيف بتاع الانترنال بروسيس. فدي ايه معلومه برضو خليها في دماغك، عشان لو رجعت انت قريت حاجه لو كانت قديمه شويه كنت هتلاقي ان الانوفيشن واقع في البرسبكتيف الرابع. طيب كان معتاد اللي انت يبقى عندك هيومن كابيتال. طبعا احنا لو رجعنا لسه كنا شارحين انترنال كنترول، قلنا ان انا عايز اتش ار بوليسيز تعين الناس الكومبتنت عندهم النولج والسكيلز والتالنتس، واتكلمنا برضو على الانتجريتي والايثيكال فاليوز. النهارده بقى ايه ظروفك من ناحيه الانفراستراكشر بتاعتك؟ النتورك عندك في الشركه عامله ازاي؟ الانفورميشن سيستم، الكلام ده بقى شيء اساسي يا سيادتك، كابيتال اساسي لازم تاخد بالك منه، انتنجبل اسيت مهم جدا. وايه ظروف الاورجنايزيشنال كابيتال؟ ايه اخبار ثقافه المنظمه؟ الكلام بقى بتاع الاي سي هامبو بتاع الانترنال كنترول. والكمباني كلتشر، ايه اخبار الليدر شيب في الشركه؟ ايه اخبار التيم ورك؟ هل الناس شغاله في تيم ورك ولا شغالين نظام توكراتيك مانجمنت زي زمان؟ ايه اخبار النولج بتاعت الاداره؟ فابتدى المفهوم بتاع الكابيتال ما بيبقاش منحصر بس جوه الهيومن كابيتال زي زمان. طيب خلونا يعني نقفل الفيديو ده على كده. من الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم على الكي بيرفورمانس انديكيتورز الكي بي ايز، بس بايه؟ بنوع من التفصيل. ربنا ييسر الامر ان شاء الله. السلام عليكم.